مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 6 Lesson 1، اليونت السادس الدرس الأول. عنوان الدرس A Japanese Pen Friend. Japanese ياباني. Pen Friend، احنا نعرف أن كلمة Friend معناها صديق. Pen Friend هو الصديق بالمراسلة، الشخص اللي أنا ما أعرفه على أرض الواقع، مجرد تعرفت عليه عن طريق المراسلة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي إلى آخره. فالpen friend هو صديق بالمراسلة، صديق ما أعرفه على أرض الواقع. بالبداية يقول لي فؤاد wanted a pen friend. فؤاد أراد صديق بالمراسلة. He advertised in a magazine. قام بالإعلان على الجريدة أو المجلة for young people. بحثاً عن أناس شباب بعمره. He got this letter. وحصل على هذه الرسالة اللي راح نقراها from a boy in Japan. حصل على هذه الرسالة من ولد من اليابان. شو يطلب من عندي؟ يطلب من عندي إني أقرأ هذه الرسالة أو أقرأ هذه الرسالة اللي دازها هذا الولد الياباني. يقول لي read the letter، أقرأ الرسالة، and answer the questions in your activity book، وقم بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذه القطعة في كتاب النشاط. قبل ما أبدأ بقراءة القطعة، هذه القطعة قطعة مهمة جدا 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 بالامتحان التحريري، يعني مطلوبة من عندك قطعة من قطع الكتاب. فالمعلومات اللي راح نستخرجها حاول تسجلها وياي، لأن بعد قليل راح أسألك كل المعلومات اللي تعرفت عليها عن هذه الشخصية اللي اسمها يوكي. بالبداية طبعاً على مود شوية نوضح الرسالة. بالبداية أعلى الرسالة يميناً مكتوب P.O. Box 261 أو 261. انتبهوا يا طلاب، هذه أو هذا المكان المخصص بأعلى الرسالة يمينا مخصص لكتابة العنوان اللي جاي من أدى الرسالة. يعني أنا قلت أكتب رسالة شخص عايش بالبصرة، لازم أكتب له عنواني، عنوان البريد وعنوان المنطقة والمحافظة والبلد وتاريخ إرسال الرسالة. هذين المعلومات ضرورية على مود الشخص اللي راح يستلم الرسالة يعرف هاي الرسالة من منو جايته، من مين عنوانه، لأنه ما يعرفه بالحقيقة. قلنا هو صديق بالمراسلة، فعلى مود يعرف انه هو جاي من بلدة اسمها سوما، هاي اول معلومة لازم تحفظوها. المنطقة اللي عايش بها يوكي اسمها سوما، موجودة في محافظة هونشو في دولة جابان اليابان. تاريخ ارسال الرسالة شو وقت؟ في 12 ابريل، في يوم 12 من شهر ابريل اللي هو الشهر الرابع. هاي المعلومات مجرد اني انا قرأتها جايتني من شخص ما اعرفه، عرفت شوية معلومات عنه، عرفت أن هذا الشخص ياباني عايش في مدينة أو في بلدة اسمها سوما في محافظة هونشو في اليابان. عرفت على هاي المعلومات، عرفت شو داز للرسالة. الآن نجي نقرأ المعلومات مع الرسالة. شو يقول له؟ يقول له Dear فؤاد، عزيزي فؤاد، هذا الولد الياباني ده يحكي ويا فؤاد. يقول له I read your name in a magazine، أو I read your name in a magazine، قرأت اسمك في المجلة اللي أنت علمت بيها. Would you like to be my pen friend؟ هل تود أو هل ترغب بأن تصبح صديقي بالمراسلة؟ I hope so. أنا أعمل ذلك. I am a Japanese boy and I am 13 years old. أنت فضلا. يقول له أنا فتى ياباني. إذن عرفنا أنه يوكي هذا الولد. طبعا إحنا شلون عرفنا اسمه يوكي؟ بالأخير هو كاتب لازم يكتب اسمه. يقول له يوكي أونو، اسمه يوكي أونو. عرفنا أن هذا الولد الياباني اللي اسمه يوكي أونو هو ياباني وعمره 13 عام. هذه كلش مهمة، ركزوا لي عليها. شقد عمره؟ عمره 13 سنة. وراها شي يقول له؟ يقول له As you can see، كما يمكنك أن ترى، I live in a small town called Soma. أنا أعيش في قرية أو بلدة صغيرة تدعى سوما، كما ترى في أعلى الرسالة. قلت لك تستمثل ما تشوف أنا كاتب لك بعد الرسالة. أعيش في بلدة صغيرة اسمها سوما. My house is very near to the sea. وبيتي قريب جدا من البحر. My favorite pastimes. انتبهوا طلاب وياي. Pastimes هي الهوايات. شو يقول له؟ يقول له My favorite pastimes، هواياتي المفضلة، are fishing and collecting stamps. هاي كلش مهمة، ركزوا لي عليها. من الممكن الأستاذ يسألك بداخل الصف كتحضير يومي مثلا، يقول لك How old is Yuki؟ إيش قد عمر يوكي؟ عرفنا أنه عمره 13 years old، 13 سنة. يقول لك زين What is his pastimes؟ ما هي هواياته المفضلة له؟ تقول له Collecting stamps. شنو معنى Collecting stamps؟ معناها جمع الطوابع. And fishing،
شنو معنى فيشينج؟ معناها صيد السمك. اذا تعرفنا الان على معلومتين او ثلاث معلومات. اذا سالك الاستاذ داخل الصف where does he live؟ اين يعيش؟ where does he live؟ اين يعيش يوكي؟ تقول له he lives in Soma، في مدينه سوما in Honshu، في محافظه هونشو in Japan، في اليابان. What is Iraq like؟ شوف انا اساله بعد ما تعرف او عرف عن نفسه، قال له زين شنو العراق كيف يبدو؟ Japan is not very big. بدا يحكي له عن اليابان. اليابان ليست كبيره، but it is very beautiful، لكنها جدا جميله. هاي معلومه نحفظها، اليابان ليست كبيره لكنها جميله. There are number of large cities as well as small towns. يقول له اكو عندنا مدن كبيره جدا وكذلك قريات صغيره جدا، villages قريات او قرى صغيره جدا. We have many mountains، لدينا الكثير من الجبال، rivers الانهار and lakes والبحيرات. Japan is very green. انتبه لها، هاي معلومة جدا جدا مهمة. اليابان جدا خضراء، يعني فيها الكثير من الخضار. Because لأنه بدي ينطيني سبب. It rains a lot in summer، لأنها تمطر كثيرا في الصيف. من الممكن أن الأستاذ يسألني يقول لي Why is Japan very green؟ لماذا اليابان بلد خضراء جدا؟ أنت لازم تقول له because it rains a lot in summer، لأنها تمطر كثيرا في فصل الصيف، يعني حتى بالصيف عندهم الجو ممطر. بعدها يقول لي the wettest month، انتبه لي هاي كذلك معلومة مهمة. أكثر الأشهر رطوبة سبتمبر، هو شهر سبتمبر اللي هو شهر التاسع. In winter، وفي فصل الشتاء، it is very cold، الجو جدا بارد. And it sometimes snows، وبعض الأحيان من كثر برودة الجو يثلج، يتساقط الجليد. وراها Would you like to visit Japan one day؟ هل ترغب بزيارة اليابان في يوم ما؟ There are lots of interesting things to see، يوجد في اليابان الكثير من الأشياء المثيرة الممتعة لرؤيتها. And to do، ولفعلها. يعني إذا جئت اليابان راح أشوف الكثير من الأشياء الجميلة وراح تفعل الكثير من الأشياء الممتعة. For example، على سبيل المثال، you can visit Disneyland، يمكنك زيارة Disneyland، go to the baseball match، وتذهب لمباراة البيسبول، or learn to do judo، أو تقوم برياضة الجودو أو تتعلم رياضة الجودو. You can also visit lovely gardens، وكذلك سوف تزور الحدائق الجميلة، or go to see traditional Japanese play، أو تذهب لرؤية مسرحية يابانية تقليدية أو أثرية. Please write and tell me about yourself، رجاء اكتب لي واخبرني عن نفسك أكثر. And your country، وعن بلدك. Yours مع الود، يوكي أونو. إذن عرفنا أن الرسالة دازها يوكي أونو، عمره 13 سنة، من اليابان. عرفنا الهوايات مالته، عرفنا حقائق إضافية عن اليابان. بعد ما طلب من عندي أني أقرأ قطعة، وراها أجاوب على الأسئلة، الأسئلة اللي هي يا هي منطنيها. طبعا هو كتاب النشاط، هو طبعا منطنيها كتاب النشاط على شكل ملف حقائق أو معلومات عامة. أنا سويت لك إياها على شكل أسئلة من الممكن تجيك من الامتحان. هاي الأسئلة اللي راح نحلها أسئلة الحفظ، مهمة جدا 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 بالامتحان التحريري. هسه يقول لي Where is Yuki from؟ من أين يوكي؟ ما البلد الذي جاء منه يوكي؟ أقول له يوكي is from Japan، يوكي من اليابان. هذا أول سؤال. How old is Yuki؟ إيش قد عمر يوكي؟ قلنا إنه عمره 13 سنة. أما أكتبها رقما أو أكتبها كتابة، أقول له 13. بعد Where does he live؟ أين يسكن؟ طلاب ميزوا بين Where is Yuki from؟ من أين يوكي؟ من يا بلد يوكي؟ أقول له جابان. وميزوا Where does he live؟ أين يعيش؟ أين يعيش يعني شو يريد؟ ما يريد البلد مالته، وإنما يريد المدينة أو البلدة اللي يعيش فيها. فأقول له سوما، وأقدر أكمل له سوما وراح بيا محافظة هونشو. فأقول له سوما فاصلة هونشو. اللي بعدها السؤال الرابع، What does he like؟ باست تايم. شوف أنا شو قلت، ماذا يحب أو ما هي هواياته؟ قلنا إنه من هواياته الفيشينج and collecting stamps. فيشينج معناها صيد، أكتب له فيشينج اللي هي الصيد، وبعد collecting stamps معناها جمع الطوابع. عرفنا هواياته ووضحناها بالقطعة. Japan is very green، اليابان خضراء جدا. Because لأنه
انتبه لهنا، نجب إياها على شكل فراغات، من الممكن نجيب إياها على شكل سؤال صريح، مثلاً يقول لي Why is Japan green؟ لماذا اليابان خضراء؟ فاش أقول له؟ هو منطيني السبب قبل شوية وضحنا Japan is green because it rains a lot in summer، لأنها تمطر كثيراً في فصل الصيف. أقول له because it rains a lot، لأنها تمطر كثيراً in summer في فصل الصيف. اللي بعدها the wettest month، انتبهي wettest، قلنا أنه wet معناها رطب، wettest هو الأكثر رطوبة، الشهر الأكثر رطوبة، وضحناها كذلك بالقطعة، الشهر الأكثر رطوبة هو يا شهر شهر سبتمبر، وأقول له سبتمبر. هذا كل ما يخص الأسئلة المتعلقة بقطعة يوكي. هاي الأسئلة أسئلة مهمة جدا 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 بالامتحان التحريري، وكذلك مهمة من الممكن الأستاذ يسألها بداخل الصف كتحضير يومي. تعرفنا على يوكي، القطعة اللي مطلوبة من عندنا بالامتحان، تعرفنا على الأسئلة، الأجوبة المناسبة لها. الآن ننتقل لكتاب النشاط، حاول تسجلوا هاي الملاحظات في الدفتر وتحفظوها، قلنا لأنها مهمة جدا بالامتحان التحضيري. تمرين رقم واحد يقول لي read the letter، اقرأ الرسالة اللي قرأناها قبل دقيقة in the student's book، في كتاب الطالب، quickly بسرعة match the three main paragraphs to the phrases from the box. يقول لك أنا بالقطعة إذا لاحظت شغلة بالقطعة أو الرسالة، paragraph أول مقطع نصي أول، paragraph ثاني مقطع نصي ثاني، وparagraph ثالث مقطع نصي ثالث. يقول لك كل مقطع من ذي المقاطع يتحدث عن شغلة، يعني مثلا المقطع النصي الأول يتحدث عن شنو، منطيني فراغ ومنطيني ثلاث كلمات أو ثلاث عبارات، يعني على سبيل المثال What Japan is like، كيف تبدو اليابان، لو يوكي and his house، يوكي وبيته، لو things to do in Japan، أشياء لفعلها في اليابان. ذكرنا بالمقطع النص الأول شوفوا دي يقول له My name is فلان، I live in سوما، I am 13. دي يقول له أنا اسمي يوكي، عايش في اليابان في سوما، عمري 13 سنة. إذن هو دي يتحدث عن نفسه. إذن المقطع النص الأول أقول له يوكي and his house، دي يحكي عن يوكي وبيته. زين المقطع النص الثاني خلينا نشوف مقطع النص الثاني عن شنو يتحدث. يقول له Japan is not very big، اليابان ليست كبيرة، فيها مدن كبيرة، اليابان خضراء إلى آخره. إذن ده يتحدث عن اليابان. أقول له What is Japan like؟ What is things to do in Japan؟ What is Japan like؟ كيف تبدو اليابان؟ What Japan is like؟ كيف تبدو اليابان؟ السؤال الأخير أو عفوا المقطع النص الأخير، المقطع النص الثالث عن شنو يحكي؟ يحكي عن أشياء لفعلها في اليابان. أقول له things to do in Japan، أشياء تفعلها في اليابان. إذا لاحظت المقطع النص الثالث يقول له ممكن تذهب إلى ديزني لاند، يمكنك أن تتعلم الجودو، تذهب لرؤية مسرحية إلى آخره، أشياء لفعلها في اليابان. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. تمرين رقم اثنين يقول لي read the letter، اقرأ الرسالة more carefully، هالمرة بتمعن أكثر. قبل شوي يقول لك اقرأها بسرعة، أما هسه يقول لك اقرأها بشكل جيد and answer the questions، وأجب على الأسئلة write notes. شوف جاوب، يقول لي جاوبنا على الأسئلة بكتابة ملاحظات، يعني فقط رؤوس أقلام، مجرد تنطي الفكرة. طبعا هن هذه الأسئلة اللي قلت عليها، بس هو ما مطيني يعني سؤال صريح، مثلا يقول لي town nationality age، يبدأ يقول لي أريد عمره، أريد اسمه، أريد جنسيته، أريد بلدته، لكن أنا ابن ما مطيني يعني سؤال صريح. لذلك أنا سويت لك يعني على شكل أسئلة وأجوبة مثل ما وضحنا بداية الدرس، لازم تحفظهن. فهنا أنا يقول لي What do you know about Yuki؟ إيش تعرف عن يوكي؟ name شو اسمه؟ اسمه يوكي أونو. إذا لاحظت الاسم أو انتبهت الاسم اسمه يوكي أونو. age عمره 13. nationality انتبه هنا أنا ما يقول لك أريد country، البلد، البلد قلنا جابان. زين nationality، nationality هي الجنسية، جنسية اليابان أو جابان. شنو الجنسية المناسبة لها؟ هي الجابانيز، أخذناها بالابتدائية، جابانيز معناها ياباني، جابان اليابان، جابانيز الياباني. تاون المدينة، قلنا مدينة سوما هونشو. بعد likes interest، شوف هنا الأشياء اللي يحب يسويها شنية، هي fishing
صيد السمك collecting stamps إلى آخره، جمع الطوابع إلى آخره. اللي بعدها what is Japan like؟ كيف تبدو اليابان من حيث الحجم؟ is not very big. قلنا إن اليابان ليست كبيرة جدا. things that make it beautiful، أشياء تجعلها جميلة. شنو اللي يخلي اليابان جميلة؟ إنه هي دائما أو it is very green، إنها خضراء جدا، فيها الكثير من الgardens. شنو gardens؟ الحدائق إلى آخره. زين الوذر من ناحية الطقس، in summer أقول له it rains a lot. في الصيف شنو الميزة مع الطقس في فصل الصيف؟ أقول له تمطر كثيرا. زين in winter أقول له very cold، جدا باردة، ومن الممكن إنه snows. شنو snows؟ تثلج أو يتساقط الجليد. زين what can visitors do in Japan؟ ما الأشياء التي يفعلها السائحين لليابان؟ قلنا إن من الأشياء اللي يفعلها السائحين في اليابان visit، أن يزوروا ديزني لاند، يزوروا ديزني لاند، learn جودو، يتعلمون رياضة الجودو إلى آخره. أكتب له كل الأشياء اللي ممكن يعملها السائح اللي رايح لليابان. هذا النشاط أو هذا التمرين تمرين مهم، مثل ما وضحنا هو تمرين جدا مهم، لكن ما يجيك بهاي الطريقة، يجيك على شكل أسئلة وأجوبة. يعني مثلا ما يقول لك age، يقول لك how old is Yuki، إيش قد عمر يوكي، تقول له 13، يقول لك what is his nationality، ما هي جنسيته، تقول له Japanese، يقول لك where does he live، أين يعيش، تقول له soma he wansho. شوف أنا ما تقول له، ما يقول لك town، يقول لك where does he live، أين يسكن أو أين يعيش. يعني ذن الحفظ المعلومات للحفظ، لكن مثل ما وضحنا تجيك على شكل أسئلة وأجوبة، مثل ما تعودنا بالدروس السابقة والمراحل السابقة. ننتقل إلى تمرين مهم جدا أو معلومة جدا مهمة اللي هي الناشوناليتيز. إحنا عرفنا قبل دقيقة قلنا ناشوناليتي معناها جنسية. طبعا هذا الموضوع ما فيه من الابتدائية، لكن جزء حاليا الآن ناسي، ما فيه بالخامس ابتدائي من ممكن الآن ناسي. كيف نحول اسم البلد إلى جنسية؟ يعني مثلا إيراك هو العراق، إذا نقول هذا الشخص عراقي شلون أعبر عنه باللغة الإنجليزية؟ إيراك إيراكي، هاي سهلة. مثلا اقول تركي، تركي معناها تركيا. اريد اقول هذا الشخص تركي، ايش اقول؟ اقول تركيش، تركي تركيش. مثال اخر ايجبت معناها مصر، اريد اقول هذا الشخص مصري، ايش اقول؟ اقول ايجيبشن. وهكذا كيف نحول اسم البلد الى جنسيه؟ هو منطلي ملاحظات بسيطه. شو يقول لي؟ يقول لي words of nationalities are adjectives. هذه معلومه عابره، يقول لك الكلمات المتعلقة بالجنسيات تعتبر صفات. زين we usually make them by changing the name of the country. شلون أنا أستخرج الجنسية؟ عن طريق اسم البلد the person belongs to، عن طريق اسم البلد الذي يعود إليه الشخص. يعني ما أفتهمت a person from Japan، شخص من اليابان، انتبه لي، هذا اسم دولة، has Japanese nationalities، لديه جنسية يابانية أو ياباني. إذا نحول لي من جابان إلى جابانيز. بعد فرانس فرنسا، French فرنسي، وهكذا a person from Holland. هنا ننتبه لي، هاي جدا 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 مهمة، أغلب الأساتذة يركزون عليها. ليش؟ لأن كلمة شاذة ما بيها قاعدة. هولند هو هولندا أو البلد هولندا، أريد أحولها إلى جنسية تتغير الكلمة جذرياً فتصبح داتش. شنو معنى داتش؟ هولندي. هاي الكلمة ممكن تجينا بسؤال إملاء، أستاذ شلون تجينا بسؤال إملاء؟ بعد دقائق راح نوضح شلون تجينا بسؤال إملاء وشلون نقدر نجاوب عنها. كذلك كلمة تايلند، تايلندا، الشخص التايلندي شو نسميه؟ نسميه تاي. إذن هو منطيني ملاحظات إنه أنا شلون أحصل على اسم الجنسية؟ عن طريق اسم البلد الذي يعود إليه هذا الشخص. فشلون أنا ومضي عدة ملاحظات؟ يقول لك أما أضيف لا I أو أضيف لا I أي N أو أي N أو N أو أضيف لا I S H. هو مسوي لي يعني على شكل جدول، هذا جدول للحفظ، انتبه للطلاب، هذا جدول للحفظ إملاء ومعنى، لازم أعرفه، أعرف كل دولة كل بلد شنو هو الجنسية المناسبة له. ليش تريد نحفظ الملاعب؟ دقيقة وأوضح لك شلون يجيك بالامتحان وشلون نجاوب عنها.
هسه إيران العراق. شلون أحول إلى جنسية؟ أضيف لها آي، سهلة هذه، إيراكي صارت أصبحت اسم جنسية. بحرين همنا سهلة، بحرين فقط شضيف له، أضيف له آي. عمان فقط أضيف له آي، عمان تصير عماني. يمن فقط أضيف له آي، تصير يمني، وهكذا. باكستان إيش تصبح؟ تصبح باكستاني، وهكذا. فقط أضيف له لحد الآن أضيف فقط آي. قطر تصبح قطري، فقط أضيف له آي. بنغلاديش نفسيتها، فقط أضيف لها آي. سنة ننتبه لي، صوماليا ما أضيف لها آي وإنما أحذف الأي، فش راح أصير؟ راح أصير صومالي. انتبه لي، كانت آي آي، إيش أصبحت؟ أصبحت فقط آي، أصبحت جنسية. هسه هذا الأول سهل، مجرد إضافة آي ما عدا كلمة صوماليا تصبح صومالي، فقط إن الأي أحذفها. الحقل الآخر يقول لي بعض البلدان أضيف لها آي آي أن، بعض البلدان أضيف لها أي أن، بعض البلدان أضيف لها أن. مثلا كندا، انتبه لي، كندا آي كندا، كندا الأي شوية أخليها تسحب، أخلي آي وهي الأي مالتي وأن، فش ضفت لها أو صارت الكلمة مالتي كنديا، إيش ضفت لها؟ ضفت لها آي أي أن. أما أحذف الآي وأضيف آي أي أن، أو الأي مجرد أذنيها وأخلي قبلها آي وبعدها أن. إيطالي هاي سهلة، إيطاليا انتبه، إيطالي انتهت بواي، تقلب الواي إلى آي ونضيف أي أن. إيطالي إيطاليا، إيطالي إيطاليا، إيطاليا إيطالي. إنديا الهند، آي أي فقط إيش أضيف لها؟ أضيف لها أن، آي إنديا فقط أضيف لها أن. أستراليا كذلك فقط أضيف لها أن، أستراليا بها آي وبها أي فقط أضيف لها أن، أستراليا. أمريكا فقط أضيف لها أن، أمريكان. جرماني انتبه لنا طلاب، جرماني ما أضيف لها شيء، فقط الواي أحذفها، فش تصبح؟ تصبح جرمان، معناها ألماني. رشا روسيا، آي أي فقط إيش أضيف لها؟ أضيف لها أن، تصبح رشا روسي. تشيلي هاي فقط أضيف لها أي أن، فأكتبها تشيلي نفسيتها، أضيف لها أي أن، تشيلي أن معناها الشخص اللي يعود إلى مدينة أو دولة تشيلي. إنجلند إضافة الآية أسأج، فإنجلند إنجلند إنجلترا، شو أضيف لها؟ أضيف لها آي آس إتش، بس انتبه لي الآن تحضر، إنجليش إنجليزي، إنجلند إنجلترا إنجليش، شخص من إنجلترا اللي هو الإنجليزي. سبين إسبانيا، انتبه لنا يا طلاب، سبين الآي تنحذف تصير سبانيش، تحذف الآي وتضيف آي آس إتش. أيرلند هاي اللاند كلها تنحذف تصير آيرش، آيرش معناها أيرلندي. تركي تحذف الإي والواي وتضيف آي آس إتش، تركيش، وهكذا. سويدن سويدش، سكوتلاند سكوتش، بولند بولش، وفنلاند فينيش. انتبه لي هاي شوية صعبة أو يراد لها تركيز، فنلاند فنلندا، فينيش شخص من فنلندا نسميه فينيش، الجنسية اللي استخرجها من عندها هي جنسية الفينيش. حاولوا تحفظون هذه إملاء ومعنى. شلون تجي نستاذ الامتحان؟ سهلة، مثلا يقول لك قطر فاصلة قطري، ضاف لها ضاف لها واي سوالها حولها إلى جنسية. كمثال يقول لي سبين، شنو الجنسية مالتها؟ أنت لازم تنطي أو تعرف أن سبين الجنسية المناسبة لها أو اللي استخرجها من عندها هي سبانيش، سبانيش معناها إسباني. هذا جدول مثل ما وضحنا للحفظ إملاء ومعنى. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم، لاحظنا أنه درس بسيط جدا، به قطعة مهمة جدا اللي هي قطعة يوكي، بها أسئلة مهمة جدا لازم تحفظها ولازم الطالب يحفظها، يسأل الأستاذ داخل صفقة تحضير يومي، ومن الممكن تجينا بالامتحان التحريري. أخذنا التمارين المتعلقة بها، وقلنا أنه هذا التمرين الأخير تمرين متعلق بالجنسيات، تعرفنا على كيفية تحويل البلد إلى جنسية، أما بإضافة ISH IAN AN أو أن، أو بإضافة آي اللي تستخدم غالباً مع البلدان العربية.
ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تواصلوني على حسابات موجوده في الفيديو في الوصف.